ده يتقتل بقى، لان انا مش هفتحه تاني يعني في الفتره اللي جايه الا اذا اضطررنا برضه بنفس النهج ده ونفس الطريقه. معايا ومعاكم كابتن شطه، واحد من نجوم النادي الاهلي وعضو لجنه اللجنه الفنيه بالاتحاد الافريقي، واحد من الناس اللي عصرت واللي عنده ارقام وعنده ورق، اتمنى في يوم من الايام ان هو يستعين بيه باذن الله. كابتن شطه مساء الفل. سيد مساء الخير يا كابتن سيد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك انت، كله تمام؟ الله يخليك، والله الحمد لله يا كابتن. سمعتك انا بتتكلم على موضوع القرن ده. من سيد كل ما العمليه كده كل فتره كده بتحصل هوجه كده، يطلعوا نادي القرن نادي القرن. ونحن عندنا اوراق ومستندات وعندنا يعني كل حاجه بتوري انه نادي القرن هو النادي الاهلي، من خلال اجتماعات تمت، من خلال معايير محطوطه، من خلال نقاط صحيح، من خلال حاجات كتيره جدا وبازمنه قديمه وحاجات قديمه مكتوبه، يعني ما فيش حد هيغير فيها دلوقتي عشان ايه يفبرك ولا يعمل اي حاجه. كل ما الامور تنام ومش عارف ايه. طب انا نفسي اعرف اللي قرر نادي القرن هو الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي هو الجهه الوحيده اللي تقول ده نادي القرن او نادي القرن. والمعايير اللي اتحطت في التسعينات 94 وغيرها اتحطت من سنوات طويله جدا، وهم يعني ما فيش حد يعترض الا بعد ما طلع نادي القرن بعشرات السنين. طب احنا عايزين نعرف المعايير اللي محطوطه دي نقاط اول وثاني وثالث ورابع، خمس نقاط واربع نقاط وثلاث نقاط، وبعدين كل ما تحصل الحاجات تستجد بتضاف النقاط دي، وبعد كده بتجمع هذه النقاط. هذا الامر لا يحسم بعدد البطولات يا كابتن سيد، يحسم بعدد النقاط. لو هم عايزين يحسبوا بطولات، الاتحاد الافريقي ما حطش بطولات، الاتحاد الافريقي حتى نقاط معايير. وبعدين اللي عايز حاجه بقى يروح يشتكي، يعني كابتن سيد انا دلوقتي عايز حاجه، ما اجيش اطلع في الجرايد كل يومين ثلاثه، اطلع في الاذاعه في التلفزيون، قدم شكوى رسميه اتحاد افريقي ان احنا عندنا اعتراض كذا. مش هيحصل. انا بس اعقب على كلام حضرتك، يعني هي معموله المعايير دي يا كابتن شطه زي الدوري، زي بطوله الدوري مثلا. يعني انا في موسم 2016 2017 دجله مثلا، يعني انا ما كسبتش دجله خالص، دجله كسبني 1-0 في برج العرب وتعادل معايا الدور الاول 0-0، تمام كده دجله بطل الدوري يعني عشان كسبني كده دجله بطل الدوري. كلامك مظبوط، كلامك مظبوط. اتفضل كمل يا كابتن. ما انا عشان كده يا كابتن سيد بقول لك، انا طبعا انا عشت في الاتحاد الافريقي 16 سنه يعني، وتعايشت مع هذا الموضوع من خلال ان انا طلعت كل الوثائق القديمه من التسعينات وكل الاعداد اللي كانت بتتكتب وكل المعايير اللي محطوطه وجلسات مجلس الاداره والحاجات دي، عشان برضه ايه لما نيجي ارد من واقع مستندات رسميه. فالموضوع ده يا ريت زي ما انت قلت كده، يا ريت احنا نقفله، واللي عايز حاجه بقى يدور عليها. هو احنا خلاص اتفقنا، ومصطفى فهمي حقيقه يعني لما حط المعايير دي ما كانش يفصله، الا لو كان فصلها كانت بقى سهله جدا انك تفصلها بطرق اخرى. لكن النادي الاهلي امتنع عن اللعب او تم ايقافه ثلاث سنوات، خمس سنين تقريبا يا كابتن سيد. انا كنت موجود وقتها مدرب مع الان هاريس لو فاكر، صحيح، كاس السوبر وكنا موجودين اخر حاجه لعبناها كاس السوبر اللي هو يا كابتن شطه ده سنه 96. سنه 96 الزمالك خد البطوله، يعني على 96 كانت مع مين؟ مع شوتنج ستارز بضربات الجزاء. شوتنج ستارز يا كوتوكو شوتنج ستارز تقريبا 93 كوتوكو او شوتنج ستارز، و96 شوتنج ستارز او كوتوكو، تقريبا شوتنج ستارز. ايوه تقريبا شوتنج ستارز خدها، لان الاهلي ما اشتركش اصلا، يعني الاهلي كان ساعتها منسحب، لكن اللي كان له احقيه ان هو يشترك كان ساعتها نادي واحد اللي بيشترك على فكره، يا تشترك في دوري الابطال كده بطل للدوري، يا تشترك في دوري الكؤوس او يخيروك لو انت حامل اللقب تشترك هنا ولا تشترك هنا، تمام ما كانش فرقتين يعني. فاذا انت دخلت عشان انا انسحبت يعني طبعا دي معروفه انه ما كناش انسحبنا ما كانش دخل وخد البطوله دي، صحيح طبعا هو لازم يعرفوها كويس. صحيح صحيح. انا ما اعرفش يا اخي، انا يعني يا كابتن سيد اتمنى انه ما نخش في نقاشات لانه مش هنوصل لحاجه، فاتمنى انه نحن نحسم هذا الموضوع، واللي عنده حاجه يدور عليها بقى من خلال اي قنوات شرعيه، بدل ما نقعد نتكلم في التلفزيون ونجيب ناس يقول حسن حمدي والخطيب بنوا قصر اللي عيش حياته في 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 ياوندي، عيش حياته اساسا من جاروه وفي ياوندي طبعا ما عندوش قصر، وعنده بيت الدولة الاتحاد الكاميروني، وحسن حمدي مش هيروح يبني قصر في ياوندي عشان النادي الاهلي يبقى نادي القرن والكلام ده من التسعينات. وانت يعني انت قصرك فين؟ في المريوطية؟ قصري في السودان يا كابتن.
كويس يا سيد الموضوع ده يعني قتل بحثا ولا تشغل بالك، انت هتلاقي بعد سنتين ثلاثه بيتفتح من جديد. وخلي بالك الاسبوع اللي جاي هيتفتح ثاني، هتشوفه مش هيسكتوا. عموما النادي الاهلي نادي القرن، سواء يعني رضوا ام لم يرضوا. اوكي كابتن شطه، شكرا جزيلا لحضرتك، عضو اللجنه الفنيه بالاتحاد الافريقي، شكرا جزيلا لحضرتك. زي ما قلت لكم بقى عشان نقفل الموضوع ده، الا لو اضطررنا ان احنا نتكلم فيه بنفس النهج ده ونفس المنطق اللي هو ملوش علاقه اساسا لا